في البرنامج تاعي حوالي في ديباجة الشعار تاعي هو الأمل التقدم الازدهار. عندي فيه مقسم كان ديباجة مقسم إلى 3 أبواب. باب الأول اسمه المرجعية ومبادئ الأهداف. فصل أول المرجعية. عندنا الفصل الثاني المبادئ. عندي الفصل الثالث الأهداف العامة. عندي الباب الثاني هو التوجيهات السياسية والرؤية العامة. الفصل الجانب السياسات وتحديث الدولة. عندي ثاني الفصل السياسات الخارجية. عندي الفصل الثالث دعم الجالية. عندي أيضا الجانب السياسة واستقلالية السلطة القضائية. عندي جانب التعليم والبحث العلمي. تعرفوا أنتم التعليم في التلميذ عندما يدخل المدرسة من الابتدائي الابتدائية المتوسطة الثانوية. احنا قلنا باش نراجعوا هذا، لأن الطالب كي يدخل ما يعرفش الحضارة الجزائرية.